السلام عليكم، مساكم الله بالخير يا الربع. ترى الرياضة مفيدة جدا، يعني حنا يوم نتكلم ونقول مارسوا المشي ومارسوا رياضة ولا يعني حط لك برنامج يومي ساعة، ترون الهدف كله والله الفائدة لكم. اللي مصاب سكر واللي ما هو مصاب يمارس رياضة المشي يوميا لا يقل عن 35 دقيقة، وإذا زودت إلى ساعة ساعتين ترى ما عندك مشكلة، لكن 35 دقيقة والله تكفيك ومفيدة لك. أفضل أوقات المشي بعد صلاة الفجر مباشرة، تطلع من المسجد راح امشي 35 دقيقة. ليش؟ لأن معدتك فاضية. اللي ما يقدر بعد صلاة الفجر، بعد صلاة العصر 35 دقيقة. طبعا لمدة شهر لا تجري، يعني لمدة شهر وانت مشي مواصل كل يوم 35 دقيقة، بعد شهر كامل تجري عشان ما تتعب ركبك، ما تتعب عضلاتك، حتى تصير عندك لياقة ويكون عندك قوة انك تجري وتمارس الجري طبيعي. الرياضة مفيدة جدا، مفيدة للجسم، مفيدة لحرق دهون كثيرة، تنشيط الدورة الدموية. هناك طبعا هرمونات ما تطلع إلا بعد ممارسة الرياضي، هذا هرمون اسمه هرمون السعادة، الله يسعدكم إن شاء الله. ترى هرمون السعادة مفيد، وإذا جريت طبعا العرق، خروج العرق من الجسم مفيد، لكن هرمون السعادة هذا ابحثوا عنه بالرياضة، والله جميل ورائع الهرمون هذا. بالتوفيق لكم، في أمان الله.